حقيقة بالنسبة للإفادة، نسبة ازدياد إحصائيات الإدمان وسط النازحين وخاصة شريحة الإناث، حقيقي العدد في تزايد كبير. لا يمكننا إحصاء داتا كاملة لأنه نحن فقدنا 11 مستشفى في السودان، اللي هي مستشفى اللوفي مدني آخرة، مستشفى مصحات كسلة، والمستشفيات المصحات الأساسية، مركز غادرين بولاية الخرطوم مركزنا اللي بيسع 75 سرير، بالإضافة للثمانية مراكز الخاصة اللي كانت موجودة في ولاية الخرطوم لعلاج الإدمان. يمكن من خلال برامجنا واجتهاداتنا في بتمكلي كجهة استشارية، منذ 29 أبريل بدينا برنامج اضطراباتنا بعد الحرب. للأسف 90% من الاستشارات اللي كان بتجينا استشارات الإدمان بالنسبة للمدمنين انقطع علاج بيهم، أو مدمنين دخلوا دائرة الإدمان، وخاصة الفتيات في فترة بداية الحرب، قبل الحرب يعني، كان وما عارفين كان يمشي وين، وكان في بداية التواصل مع بعض الجهات للعلاج وانقطع الطريق بتاع العلاج. الموضوع بيتم بكل سرية. نسبة الزيادة ترجع إلى إنه ظروف الحرب والاضطرابات معروف عالميا، إذا أي بلد في العالم فيها حرب بتنشط فيها تجارتين، تجارة المخدرات وتجارة السلاح. فبالتالي السودان ما محصوم، ونحن حولي يعني بلدان حولنا كلها الوضع ملتهب في العالم الأفريقي. مشكلة المخدرات مشكلة كبيرة جدا، حتى تصرف عليها بنود كبيرة جدا عالميا، يمكن اليو ان او دي سي وكذلك الجمعيات العالمية ككلومبو بلان وكذلك الايسا وكل الجمعيات العالمية، وفي دول الخليج انتشر المخدرات بصورة عامة. لكن احنا في السودان الظرف بتاع الحرب فاقم الموضوع، عدم وجود المستشفيات النفسية المتخصصة في ظل الحرب حاليا خلى المشكلة تكون فيها تفاهم وعدم التواصل نتيجة الحروبات، في كل منطقة قطع الاتصال بقى بينا ما قادرين نقدم الخدمة المناسبة. نحن في غادرين قدمنا الخدمة بتاعت الهوت لاين والاستشارات عبر الواتساب بسرية تامة، لكن انقطاع الناس، يمكن في مدني كان عندنا ستيشنات، في مدني، في سنار، في الجنينة، في نيالة، في الأبيض، في الفاشر، نسبة الالتهاب المناطق دي انقطع الاتصال من كل الدكاترة اللي احنا كنا نتواصل معاهم، لحد اللحظة احنا ما عارفين الحاصل عليهم شنو. كانت عندنا استيشن كبيرة جدا للاستشارات في الجزيرة، تحديدا منطقة ود مدني، برضو بضربة ود مدني الناس يعني نزحت ولجأت، ويمكن معظم الاستاف طلع برا السودان الآن في الوقت الحالي. المحطة حقتنا الأساسية بتاعت الاستشارات الآن هي في ولاية البحر الأحمر بورسودان، ولكن هذا لا يعني إنه نحن ما قادرين نتابع. نحن على مدار ال 24 ساعة شغالين أونلاين، عندنا 9 ولاية لحد الآن ما قادرين نغطيها. معظم الاستشارات اللي بتجينا هي استشارات اضطراباتنا بعد الحرب، وتركيزا على المرضى النفسيين والمرضى اللي كانت عندهم مشاكل من الإدمان وتحولت لمشاكل نفسية، أو المشاكل النفسية أدت إلى الإدمان. موضوع السرية التامة اللي احنا بنقوم به، العدد الكلي اللي احنا قدمنا له الخدمة من 29 أبريل 23 إلى هذه اللحظة حوالي 9100. العدد الكلي من الصدمات ما بعد الحرب كان 6175، الباقية كان إدمان. نسبة التعاطي كانت حوالي 65% أولاد و35 بنات. نسبة التعاطي من النسبة الكلية كانت 11.5 ل 10.5، دي نسبة تعاطي البنات في فترة الحرب دي نتيجة لو سيلف استيم، نتيجة للاضطرابات، نتيجة لخاصة البنات اللي كانوا مدمنين، وهم في واحدين دخلوا الإدمان بطريقة غير مباشرة لأنه كانوا تحت ميديكيشن، تحت أدوية طبية معينة تؤخذ بالروشتة الزرقاء، وبعد الحرب وبعد التكفيل المستشفيات النفسية اضطروا يواصلوا الحبوب دي. فالآن الانسحاب علامات الجذور كانت عالية جدا، ما قادرين نتخلوا عن الحبوب النفسية اللي مفروض ياخدوها لفترة معينة حتى يتم مراجعته مرة أخرى مع الطبيب. الإساءة بتاعت الأدوية من الحاجات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة دي. كذلك في بعض الولايات انتشر الآيس والهيروين والحبوب الكابتجون بكميات كبيرة. أكثر الولايات تأثرا هي الولايات الشرقية، ونجد إنه حتى انتشر الشربندي والبنجو بكميات كبيرة جدا.